السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا 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 جدا. فيديو جديد، فيديو مش مترتب له خالص، واحنا اصلا مش عارفين نرتبه صح قوي قوي، بس ما علينا. المهم ان احنا في الاخر توصلنا الى حل انا ولبنى. انتوا بس الاول تنزلوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وتعملوا تفعلوا الجرس عشان تكتبوا لنا كومنت، واكتبوا لنا كومنتات بافكار فيديوهات عشان نعملها لكم، عشان احنا عايزين نعمل لكم الفيديوهات اللي انتوا عايزينها. المهم ان احنا بقى ايه، ربنا كرمنا كل واحده معاها فينا 200 جنيه، يعني معانا 400 جنيه، كل واحد هياخد 200 جنيه. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هندخل دلوقتي ايكيا. شايفينها؟ شايفين. هنعمل ايه بقى؟ فكره الفيديو ان احنا، ما تقولي حاجه، فكره الفيديو يا جماعه ان احنا كل واحده هتاخد ال 200 جنيه دي وهتسيب الثانيه وتروح تشتري حاجات، تستغل ال 200 جنيه افضل استغلال. وانتوا في الاخر اللي هتحكوا، هنوريكم الحاجه اللي احنا بنشتريها، وهنوريكم في الاخر الحاجه اللي احنا اشتريناها، وتمنى كل حاجه، مين استغل ال 200 جنيه صح، ومين جاب اكتر حاجات عمليه واكتر حاجات حلوه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. لايك 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 يا جماعه. وي وطالعين على السلم، هنفترق فوق يا جماعه، هنطلع فوق وبعد كده بقى هنشوف. هنشوف بقى، تخيلي تيجي نجرب من غير ما ابص. يلا ما تبصيش. يس. كل واحده فينا خدت سياره احلام. سياره. انا عايزه ابتدي من دلوقتي. ممكن تسيبيني تمشي؟ اسيبك امشي، اروح اقعد يعني في الكافيتيريا ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. خلاص انا هصور نفسي وانت تصوري نفسك. باي، عايزه حاجه؟ لا باي. يلا السلام عليكم. باي باي. يلا يا جماعه بينا، حانت الان رحلتنا الذهبيه. ابنا مشيت وسابتني. بصوا يا جماعه، انا كنت هشتري دي، انا كده كده بما اني هشتري حاجات ب 200 جنيه فاشتري الحاجه اللي استفيد بيها. الله اكبر الله اعظم. فاشتري الحاجه اللي استفيد بيها، فانا قلت اشتري دي القدم وجوري، بس هي فيها سكاكين، فقلت هم مش هيستفيدوا بيها دلوقتي. فيلا بينا نشوف هعمل ايه وهنجيب ايه. يلا بينا يا جماعه. اول حاجه واجهتها بتاعه الصابون دي ب 19 جنيه، انا عايزاها عشان احطها على الحوض. شكرا بقى، اقفي بقى، هاخد واحده اهو. دي اول حاجه، دي كده يا جماعه اول 19 جنيه. بوم 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 بيو. مع اول حاجه لقيتها المشابك دي بتاعه الاكياس بتاعه الخزين، اللي هي فيها صغير، فيها مقاس الصغير ده كلهم كده صغيرين، ومن هنا كبار. فدي انا كده كده محتاجاها عشان لو عندك حاجات خزين في البيت ومش عارفه تقفليها بايه يعني، فانت بتقفليها كده اهي زي الصوره. فدي محتاجاها، دي كده اول 39 جنيه. يلا بينا يا معي. هجيب دي يا جماعه مصفه اطباق ب 60 جنيه. هحط كده الاطباق ارصهم، وهنا كده ارص الكوبايات، وهنا احط المعالق والشوك تتصفى. حاسه ان هي جامده وهتبقى احلى من اللي عندي لو انتوا عارفين اللي عندي. ايه رايكم؟ دي ب 59 ومعانا 19 يبقى 8، ومعانا الواحد. بس هتحسبهم على القلم واقول لكم كده كام، ولا مش هقول لكم، لما اكمل ال 200 جنيه اقول لكم كده كملت 200 جنيه. مش عارفه بقى، يا رب احلم تشتري حاجه واحده بال 200 جنيه. يلا بينا. بيو. شكرا. بصوا يا جماعه، وقابلت كمان ايه الثلاث لفات دول، اسفنجات ايكيا حلوه قوي، فانا دول هجيبهم برده. هم حلوين يعني ب 29.3، فحلوين قوي، بتقعد معاكي وقت طويل. فاخدت دي كمان، ادي تاني 29 جنيه. بصوا بقى، قابلت حاجه تاني. المعاليق دي، انا المعاليق دي اصلا بستخدمها لقدام وجوري، كل فتره بغيرها لهم، فهي ب 9 جنيه. فهجيب دي. ايه ده؟ انت اللي جابك هنا؟ اللي جابك هنا جبتي ايه؟ لبنى شفت؟ لا ما تشوفيش، لا دي مش امانه. طب انت خلاص ما تجيش عندي، انت جاي اللي جابك هنا؟ جاي تاخدي حاجات من قسم الاطفال؟ طب يلا امشي يا لبنى، اتكل على الله. بصوا يا جماعه، خدت دول. على فكره انت لو شفتي حاجه اللي انا جايباها عادي مش هيفرق معايا، فاخدت منهم واحده. هم دول اللي انا كنت بقول لكم بقى ان انا اجيبهم ب 9 جنيه احسن ما اجيب اللي هم دول ب 49 جنيه. لبنى خلاص مشيت، باي يا لبنى. بصوا يا جماعه، دول اللي هم ب 49، فهم لسه صغيرين على دول، بس برضو والله هم يعني بيستخدموا دلوقتي شوك، مش عارفه قولوا لي يبقى اجيبها ولا لا. بس فاخدت خلاص دول. انا لقيت الاسفنجات دي، انا كنت بدور على الاسفنجات التانية الجري مش ملقيتهاش، فلقيتهم دي تقريبا جديدة ولا ايه مش عارفة، هجربها اكيد هتطلع حلوة. ودي سعرها كام؟ 29 جنيه مش مهم، بس هي بصراحة جميلة. هجيبها بقى وانزل تحت اشوف ايه اللي هلقاه. بيو. يا معي، انا نزلت تحت هشوف بقى. الله، الساعة دي حلوة اوي بس صغيرة اوي، لا مش هتنفعني. في حاجات كتيرة، بس أنا مشكلتي إن أنا خايفة على 200 جنيه أفرتكهم،
مش عايزه افرتك الفراتيك يا جدعان. ايه دي انت؟ ايه ايه دي؟ اوه ياه مش حلوه. لا يلا نشوف حاجه ارخص منها عشان نغلب البت احلام منقهرها. يا جماعه لقيت شمع. انا عندي بحب، انا اصلا بحب الشمع جدا وعندي منه كتير. انا بصوا كل الروائح دي انا جربتها قبل كده وما كانش بيعجبني اي حاجه اي حاجه غير الاحمر ده. بقترحه على اي حد يا جماعه يجيبه، تحفه 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 تحفه. والريحه بتاعته بتبقى نفاذه اكتر من اكتر من اللي هو في البرطمانات. بس خدت شمع بكام 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 بكام؟ ب 69 جنيه. يلا بينا. كنت اواجه مشكله وحينما وجدته اصبحت ليس لدي اي مشاكل، لقيت غطاء ميكرويف. بعاني بقى من ايه؟ ان انا لما بحط طبق في الميكرويف فيه اكل وبسخنه، ريحه الميكرويف كلها بتبقى ريحه الاكل ده، فببقى مضطره ان انا اغسل الميكرويف عشان ريحه الاكل ده تروح، يا اما بسيب الباب يتهوى شويه. فلقيت الغطاء ده، فكل بقى طبق هحط اسخن الاكل اروح حاطاه كده. ولا انتوا رايكم احط اغطيه بعلبه التلاجة وخلاص ولا ايه؟ ماشي خلاص هاخده. سعره 29 جنيه. يلا نحسب كده جبنا ايه. تعالوا انتوا فاكرين الاسعار؟ طب بقول لكم ايه، هحسب الحاجه دي اقول لكم بكام واجي لكم تاني. يا معي انا جبت دول بره التحدي، دول اباجورتين هبقى اوريكم شكلهم في فيديو روتين. دول واحده ب 160 طبعا، دول بره التحدي بتاعنا واحلام. بس لسه ما زودتش اي حاجه على الحاجات دي، حاسه ان انا ايه مش لاقي حاجه اجيبها. بس يلا هنشوف هنكمل مع بعض. المهم برضو الاباجورات دي لو عايزين تشوفوها بعد ما اركبها واظبطها هتلاقوها في قناه الروتينات التانية. انا قابلت الفازه دي شكلها حلو قوي، انا مش هجيبها ان هي فازه. انتوا عارفين هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها لبون، هعمل فيها ليمون نعناع واشرب. انا هستخدمها كشوب كبير ب 39 جنيه. يلا نحسب كده انا كده جبت ايه، عشان انا كده حاسه ان انا عديت الميزانيه بكتير. يا جماعه ايكيا عملوا حوامل الشمع دي جديده حلوه قوي، هجيب منها. بس مش عارفه اجيب ثلاثه ولا اجيب اربعه، بس انا هجيب اربعه. ماشي اربعه هي ب 9 جنيه. ايه ده تصدقوا كده انا هجيب ثلاثه بس ولا اجيب اربعه؟ لا هم ثلاثه بس. يلا بينا. يا سو جبت ايه؟ دي ب 39 ودي ب 39 كده كام؟ نقول 40 و 40 80، ننقص منهم 2 يبقى 78. 78 ونقول 30، لا احنا مش هنحسب كده، انا هفتكر بعد كده الجنيهات دي كلها هخصمها. انا هقول لكم فكره حلوه، دي 40 ودي 40 80، 80 و 30 110، 110 ونقول 10 120، 120 ودي ب 69 نقول ب 70 يبقى 180. 180 180 هنشيل منهم بقى كل واحده 5 جنيه، هنشيل منهم كل واحده 5 جنيه، هنشيل كل واحده جنيه لان انا دي ب 9 جنيه ودي ب 39 ودي ب 39 ودي ب 29 ودي ب 69. ف 1 2 3 4 5 5 يعني كده هنشيل 5 جنيه، يبقى كده 175 جنيه انا لحد دلوقتي. يلا بينا واحسبها برده على الاله وارجع لكم تاني. يا جماعه بالحسبه اللي انا حسبتها الحسبه طلعت 185، يبقى انا ناقص لي 15 جنيه. يا رب الاقي حاجه ب 15 جنيه وانا طالعه دلوقتي. ويلا بينا. طبعا انا لقيت ده ب 19 جنيه، كده يبقى فيها فرق 4 جنيه. مش عارفه اعمل ايه، اجيبه ولا لا؟ انا هتصل بلبنى بقى واشوفها فين، لان انا خلاص قدام الكاشير، فهشوف بقى لبنى فين واقول لها اشاركها الموضوع ده. نشوف يلا بينا. احلام بتكلمني بمنتهى الحماس والحيويه بتقول يلا بينا انا رايحه عند الكاشير. شكلها لقيمه خلصت وجابت كل الحاجات الحلوه وانا لايصه هنا، وانا ان شاء الله هطلع اشطر منها. بس انا بصراحه في حاجات كتيره انا جبتها انا محتاجاها، فانا جبت الحاجات اللي انا محتاجاها بصراحه بالسعر ده. يلا بينا نحسب مع بعض ونشوف كده حسابنا كام. يا جماعه جيت لقيت احلام قاعده بالك كتير. لا مش كنت بنزل من حته تانية وانا هعمل ايه؟ الله انت رخمه قوي. انا جبت حاجات جميله، تعالي بقى ايه نحسب. قولي نحسب كده ثواني نحسب. بصوا يا جماعه انا حسبت حسبتي. كام؟ حسبت حسبتي انا جبت ب 202. يا اوعى الطرحه انا اتبهدلت كده ليه؟ معلش جبت ب 202 واحلام جبتي بكام؟ جبت ب 185. طيب انا عايز، طب ناقص لك حاجه. طب انا مش لاقي حاجه ب 15 جنيه. خلاص لا لاقي حاجه ب 19 جنيه. هتنزلك على ماشي ماشي ماشي. انت سامحيني في اربعه. ماشي. وانت؟ وانا 2 جنيه. برضه معليه عليكي. يعني انت ثواني انت جايبه ب 202؟ وانا كده هجيب ب 204. باين؟ بجد؟ طب لا بصوا يا جماعه انا هحاسب هنا
ولسه اي كده في حته بره، بس الجزء اللي بره ده بتحاسبه فيه لوحده. وهروح هناك يمكن ان شاء الله الاقي حاجه، الاقي ضلتي باذن الله، باذن الله ان شاء الله مش هعدي. تعالوا بس يا جماعه اوريكم انا جبت ايه واحلام جابت ايه بعد ما تكمل الحاجه بتاعتها، ونشوف وانتوا بقى تقيموا في الاخر مين احلى. يلا بصوا الحاجات اللي جابتها احلام. جابت فاز زي بتاعتي يا بنت الايه، وجابت اسبنجال زي بتاعتي، بس دول مش ده. ايه ده ايه ده؟ لا حاجات على فكره مش عمليه، انا بالنسبه لي مش حاجات عمليه. لا دي انت جايبه واحده زيها لما هي مش عمليه. لا انا بتكلم عن دول. لا دي بتاعت الاكياس بحتاجها جدا عشان خاطر المنظمات بتاعت الدرس. لا انا حاجتي احلى، حاجتي احلى، حاجتي احلى. تعالوا يا جماعه اوريكم حاجتي وانتوا قارنوا بقى كده خلاص، عشان احنا واقفين عند الكاش هنا كده هنحاسب. احلام انا حاجتي احلى من حاجتك على فكره، ماشي. تعالوا اوريكم يا جماعه حاجتي. بصوا يا جماعه انا جبت ايه؟ جبت الفازة، جبت غطا الميكرويف، جبت ثلاث حوامل شمع بتاعة الصابون، ثلاث الاسبونجات عندي يعني، انا وجبت مصفى. طب اسمعي انا عندي غطا الميكرويف، ايه اللي خلاني اجيبه تاني؟ وعندي حاجة الشمع دي كتير قوي. طب انتوا احنا مالناش دعوة بعندك، احنا لنا دعوة الناس يقيموا ال 200 جنيه من اكتر حد استخدمها صح. بذمتك يعني انا يا جماعة كده استخدمت ال 200 جنيه بتاعتي اصح من احلام. جبت اهو مصفى حاجة ذات فائدة، غطا للميكرويف اهو كبير وجميل، اسفنجات، فازة، حاجة للصابون، حاجات للشمع. انتوا احكموا بقى كده، احنا هنحاسب ونطلع نكلمكم تاني، وانتوا بقى تقولوا رأيكم بمنتهى الصراحة والأمانة، مين أكتر واحدة فينا وظفت ال 200 جنيه صح؟ يلا بينا. طلبنا بتحاسب على حاجتها، وجيت ادور على حاجه ب 15 جنيه. بصوا الحساب اهو، الحساب اهو 185. هشوف بقى حاجه دلوقتي ب 15 جنيه، انا لسه في ايكيا اهو، لسه في ايكيا. هشوف حاجه ب 15 جنيه بقى اشتريها، هحاول يعني ان شاء الله تبقى ب 15 جنيه. ولبنى دلوقتي لما تخلص الكاش، لبنى هناك ايه؟ اما تخلص الكاش هتيجي بقى ايه؟ تقول لنا الريسيت بتاعها عمل كام؟ يا رب الاقي حاجه ب 15 جنيه يا رب. ما لقيتش حاجه يا جماعه ب 15 جنيه، فهضطر اجيب ده. وده حلو اصلا قوي واحنا بنحبه، فهجيبه اكل انا ولبنى، بس هناكله بقى دلوقتي بس كده. واكيد انا 204 بس جماعه. قول كده يا جماعه، تقول انا جبت ب 204 ولبنى جابت ب 202. اي نعم احنا احكموا ما يعني ما التمسنا ما التمسنا. ايه ده احنا جبنا الشيبسي ده قبل كده؟ اه انا جبت الشيبسي ده عشان ما خدتش بالي من الجزء ده. جبت الشيبسي ده ب 19 جنيه حتى انا عرضنا بقى كده لحد ما نروح. حلو قوي هو طعمه حلو. بصوا يا جماعه احكموا بقى بالعدل، عدل الله، مين احسن واحده وظفت ال 200 جنيه بعيدا عن احتياجاتها او مش احتياجاتها. يا سلام يعني كنت اجيب حاجات مش عايزاها، ومعرفه احتياجاتنا منين، او انت تجيبي حاجات مش عايزاها. المهم ان احنا نوظف. بصوا كل واحده فينا جابت الحاجه، جابت 200 جنيه الحاجه اللي هي محتاجاها. بس انتوا برضو قولوا مين اللي توظيفه احسن. انا من رايي طبعا انا شايفه برضو ان لبنى وظفت 200 جنيه حاجات كتير ومحتاجاها وعمليه. ما جبت الحاجات اللي انا محتاجاها ووظفتها في الحاجه اللي انا محتاجاها. طبعا نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وقولوا لنا في الكومنتات تقييمكم للفيديو كام من 10، وقولوا لنا افكار فيديوهات زي ما قلت لكم في اول الفيديو، ما تنسوش عشان مستنيه افكاركم. ما تنسوش اللايك، لايك لايك، انزل حط لايك، يلا خدوا بس كده، يلا باي باي, باي, باي.